مر أكثر من 5 شهور على إطلاق عملاق أبل الأقوى آيفون 15 برو ماكس. اليوم ننقل لكم تجربتنا للهاتف بعد فترة من الاستخدام، ونشارككم أكثر ما أعجبنا وأبرز ما خيب أملنا في الهاتف. هيا بنا. التصميم. أول وأبرز ما سوقت له أبل لهاتف الآيفون الجديد هو تصميم التيتانيوم الجديد، فحتى عندما تدخل لموقع أبل الرسمي ستجد العنوان التسويقي الأول تيتانيوم. هذا يمثل مادة التصنيع الجديدة التي استخدمتها الشركة في الإطار المحيط بهيكل الهاتف الجديد الذي أصبح أكثر متانة كما تقول الشركة، مع تقليل وزنه بنفس الوقت كون مادة التيتانيوم أخف من ستانلس ستيل. هذا الكلام ينطبق على الإطار المحيط بهيكل الهاتف الذي بدوره أصبح مطفيا قليل اللمعان، ما يعالج أيضا مشكلة البروز البصمات في هواتف الآيفون السابقة. وعند الحديث عن خامة التصنيع نذكر هيكل الهاتف من الزجاج. الزجاج الأمامي مدعم بغطاء من السيراميك يمنح الشاشة متانة عالية، والظهر محمي بزجاج تقول أبل إنه الأقوى في السوق. الإطار الجديد من التيتانيوم أصبح متصلا بالهاتف بشكل أكثر انسيابية عن السابق بفضل الانحناءات الطفيفة. انعكس الأمر إيجابا على مسكة الهاتف التي صارت أكثر راحة مقارنة بالجيل السابق الذي سبب انزعاجا عند حمله لفترة طويلة. مقابل ذلك نجد زوايا الهاتف دائرية غير حادة كما عودتنا أبل. الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، هذا يضمن صموده تحت الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة. ننتقل للغة التصميم، حيث الشاشة مسطحة دون انحناءات مع إطار أسود متناسق يحيط بها، لكن مع تغير يتمثل بحواف أقل نحافة من السابق. هي مسألة مليمترات، لكن يمكن ملاحظتها عند وضع الهاتف مقابل هاتف آيفون 14 برو ماكس. بالطبع سنجد الثقب على شكل كبسولة الذي تسميه أبل دايناميك آيلاند أو الجزيرة التفاعلية، ويضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات الضوء وحساسات التعرف على الوجه مع القدرات التفاعلية المميزة التي تقدمها الجزيرة التفاعلية. من الخلف نجد ظهر الهاتف مطفيا قليلا اللمعان كما في أجهزة الآيفون السابقة، ما يمنع بروز بصمات الأصابع. ما زالت هناك نافذة كبيرة أعلى اليسار تحتوي عدسات الكاميرا والفلاش وحساس لايدر. النافذة بارزة بشكل واضح عن ظهر الهاتف من خلال مرحلتين. البروز الأول عبارة عن طبقة تحتوي العدسات، والمرحلة الثانية تمثل بروز العدسات نفسها. هذا البروز يجعل الهاتف مائلا إذا وضعناه على ظهره على جسم مسطح مثل الطاولة. العدسات بدورها مغطاة بطبقة من كريستال الياقوت لمقاومة الكسر. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة، وعلى اليسار هناك أزرار رفع وخفض الصوت بالإضافة إلى زر جديد تسميه أبل أكشن باتون، حل مكان محول وضعية الصامت. يمثل الزر وظائف جديدة للآيفون يمكن تخصيصها حسب استخدامك، مثلا فتح الكاميرا أو تشغيل الفلاش أو المكبر أو تسجيل الصوت أو تسهيلات الوصول أو غيرها. على جانب الهاتف هناك أيضا منفذ تركيب شريحة الاتصال، ومن الأسفل نجد التغيير الأبرز عن أي هاتف آيفون سابق. أخيرا مدخل USB من نوع C بدلا من مدخل Lightning في المنتصف، وعلى جانبي مكبرات صوت مع مايكروفونات. وبالحديث عن مدخل USB-C، سمحت هذه الإضافة بتوصيل الآيفون بأي جهاز آخر بسهولة، وأصبح الآيفون يمكن أن يشحن أجهزة أخرى. كما أن المنفذ هنا يدعم تقنية USB 3 التي تقدم سرعة نقل بيانات عالية جدا مقارنة بما كان عليه الحال مع مدخل لايتنينج. أبعاد الهاتف جاءت على النحو التالي: الطول 15.99 سنتيمتر، العرض 7.67 سنتيمتر، السماكة 8.25 مليمتر، والوزن 221 جرام. حجم الهاتف مناسب مقارنة مع منافسيه، ويعتبر أصغر بقليل من هاتف آيفون 14 برو ماكس السابق بفضل الحواف الأنحف. وبشكل عام تجربة مسك الهاتف تعطيك شعور بالفخامة، خاصة مع مادة التيتانيوم. ولا شك أن الهاتف أصبح أفضل بكثير من حيث المسكة بفضل الوزن الأخف وزوايا الإطار المدورة. ليست الأفضل، لكنها تطورت كثيرا عن الجيل السابق. يبقى لدينا بعض التحفظ على المتانة، حيث أن اختبارات الكسر وضحت إمكانية كسر ظهر الجهاز عند ثنيه بقوة. طبعا هذا الأمر لا يحدث بالوضع الطبيعي، لكن هذا الآيفون يعتبر الأول الذي يفشل في اختبار الثني منذ فترة طويلة، وهذا ما يدق ناقوس الخطر. الشاشة والصوت. يأتي آيفون 15 برو ماكس بشاشة ممتازة من حيث المواصفات، هي نفسها شاشة آيفون 14 برو ماكس. اللوحة من نوع OLED تسميها أبل سوبر راتينا XDR، تتمتع بسطوع عالي وألوان مشبعة ودعم البعد الديناميكي العالي HDR. مقاس الشاشة 6.7 إنش ودقتها تقارب QHD+ بكثافة 460 بكسل لكل إنش، كما تدعم معدل تحديث يصل ل 120 هيتز يتغير حسب الاستخدام عبر تقنية بروموشن، وهذا يضمن صمود البطارية لفترة أطول. تجربة عرض المحتوى رائعة لا غبار عليها، الألوان جذابة وسرعة التحديث منحت سلاسة كبيرة. تتميز الشاشة بسطوع أقصى يصل ل 2000 شمعة، وهذا ساعد على وضوح المحتوى أثناء استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس في الخارج. الشاشة تدعم ميزة Always On Display التي أضيفت العام الماضي لعرض المحتوى أثناء ترك الهاتف جانبا. وإليكم تفاصيل مواصفات الشاشة.
ومن الشاشة ننتقل للصوت، حيث يأتي الهاتف بسماعات ستيريو ممتازة تدعم تقنية دولبي أتموس، تعمل من خلال مكبر صوت في الأسفل وسماعة المكالمات في الأعلى. يمكن القول أن الصوت مميز هنا من حيث الوضوح والقوة وتوازن السماعات، وأعطانا تجربة قوية وممتعة. وبالتأكيد لا يمكن توصيل سماعات سلكية عبر مدخل 3.5 ملم. الأداء، تبرع أبل دائما في تقديم السرعة والسلاسة اللازمة لتشغيل الهاتف على أكمل وجه من حيث الأداء. الهاتف يأتي بالمعالج الجديد A17 Pro الأقوى من الشركة، وهو سداسي النواة بمعمارية 3 نانومتر، وقدم أداء قوي للغاية وحقق أرقام مذهلة في معاينة الأداء وكسر السرعة. أبل طورت معالج الرسوميات بشكل كبير وأصبح يأتي بستة أنوية ويدعم تقنية تعقب الإشاعات Ray Tracing عبر العتاد وليس البرمجيات فقط، لتقديم تجربة ألعاب فريدة من نوعها تماثل تجربة أجهزة الكونسول، لدرجة أنه أبل سوقت لفكرة استخدام الآيفون للعب ألعاب الكونسول وقدمت ذلك في مؤتمرها من خلال عدة ألعاب من ضمنها Resident Evil 4 و Assassin's Creed Mirage. جهاز مرفق 8 جيجا بايت من الرام، نظام التشغيل هو iOS 17 مع مميزاته الجديدة التي طالت عدة تطبيقات. يوفر الهاتف هذه السنة ثلاثة خيارات لسعة التخزين 256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت، وتم إلغاء سعة تخزين 128 جيجا بايت، والهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية. من خلال تجربتنا وجدنا أداء الهاتف سريعا ومستقرا، وقدم الهاتف تجربة رائعة لكافة الاستخدامات سواء التصفح أو اللعب أو العمل والإنتاج. التنقل بين القوائم كان سلس، وأداء الهاتف في الألعاب كان قوي للغاية، ويجسد خطة الشركة في دخول عالم الألعاب بقوة. ويحسب لأبل أيضا التوافق الكبير بين النظام والعتاد، وهذا ما يمنح الآيفون سرعة وسلاسة كبيرة في الأداء. النظام، يعمل الهاتف بنظام iOS 17 الجديد من أبل، والذي جاء بتحديثات مهمة وكثيرة، جزء منها يتعلق بتطبيقات الشركة نفسها. تم تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدة زوايا، منها الكتابة، حيث صارت لوحة المفاتيح تتوقع تكملة النصوص بشكل أذكى. أصبحت النوافذ أو الويدجت أكثر تفاعلية، ويمكن التحكم بها دون فتح التطبيقات. الآن صار يمكن تخصيص شاشة الاتصال للتعبير عن كل مستخدم، كما تم إضافة وضع ستاند باي أو ميزة وضع الاستعداد التي تعرض معلومات يمكن رؤيتها بلمحة أثناء شحن الهاتف. الميزة الأبرز بالطبع هي Name Drop التي تسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات الاتصال بسهولة فيما بينهم من خلال تقريب أجهزتهم الآيفون من بعضها البعض، مثل مشاركة بطاقة الاتصال التي تتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها. وتم تطوير ميزة الإرسال السريع AirDrop لمشاركة الملفات، وصارت الميزة تتمتع بطرق جديدة للمشاركة. بشكل عام قدم النظام الجديد مميزات مفيدة وممتعة، وجعلت تجربة استخدام الهاتف أفضل بالتأكيد. الكاميرا، من حيث التصوير قامت أبل هذه السنة بترقية وتحسين تجربة التصوير بشكل ملحوظ عن الجيل السابق. العدسة الأساسية جاءت بدقة 48 ميجا بكسل كما في الجيل السابق من محرك فوتونيك إنجن، وتتضمن أكبر حساس قدمته الشركة، ما أعطى نتائج صور ممتازة في وضعيات الإضاءة المنخفضة. العدسة أيضا تدعم التقاط صور بدقة 24 ميجا بكسل لإنتاج صور فائقة الوضوح والتفاصيل. هناك أيضا نمط تقريب X2 يستخدم العدسة الأساسية لإنتاج صور مقربة دون استعمال عدسة التليفوتو. عدسة التليفوتو بدورها تم تطويرها فجاءت بدقة 12 ميجا بكسل، وأصبحت تسمح بالتقريب حتى 5 مرات بصريا و25 مرة رقميا، ومزودة بتثبيت بصري بتقنية تحريك المستشعر ثلاثية الأبعاد مع ضبط تلقائي للعدسة. العدسة فائقة الاتساع Ultra Wide جاءت بدقة 12 ميجا بكسل أيضا بزاوية رؤية واسعة 120 درجة، وتعمل كمستشعر ماكرو لالتقاط صور للأشياء القريبة. ميزة الوضع الليلي Night Mode متاحة لجميع العدسات مع تطور كبير وملحوظ بسبب زيادة حجم المستشعرات. هناك أيضا حساس لايدر المخصص لقياس العمق وتحسين التركيز التلقائي، والذي بدوره يعزز القراءة ثلاثية الأبعاد من أجل استخدامات الواقع المعزز. في الواقع كانت نتائج الصور ممتازة من حيث التشبع والدقة وحدة التفاصيل بسبب المستشعر الجديد. كما لاحظنا أن معالجة الصور تحسنت كثيرا عن الجيل السابق، خاصة في المساحات ذات الإضاءة العالية. وفي الوضع الليلي أيضا قدم الهاتف أداء أفضل في معالجة الصور في وضعيات الإضاءة المنخفضة بنسبة خفيفة من الضجيج، ولاحظنا أفضليتها الكبيرة على صور آيفون 14 برو ماكس. طورت أبل أيضا تصوير البورتري، وصار بالإمكان التقاط صور بورتري مع ميزة التركيز وميزة التحكم في العمق وإضاءة بورتري مع 6 تأثيرات. من حيث تصوير الفيديو، يسمح الهاتف بتصوير مقاطع فيديو بالكاميرا الخلفية بدقة 4K بتردد يصل ل 60 إطار في الثانية على جميع العدسات، مع قدرات منع الاهتزاز من خلال المثبت البصري في العدسة العادية وعدسة التليفوتو. يمكن أيضا تصوير مقاطع عرض بطيئة بتردد 240
44 إطار في الثانية بدقة Full HD. نجد أيضا ميزة تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. هناك ميزة التصوير السينمائي Cinematic Mode لتصوير مقاطع الفيديو بتجربة شبيهة بتصوير الأفلام، وتدعم تصوير مقاطع 4K بتردد 30 إطار في الثانية. وميزة Action Mode والتي تمنح قدرة عالية لمنع الاهتزاز من خلال التثبيت البصري والإلكتروني أثناء تسجيل الفيديو بدقة 2.8K، والتي أعطتها فيديوهات مثيرة وممتازة من حيث الثبات كما في الجيل السابق. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجا بكسل، لم تتطور كثيرا عما كانت عليه في هاتف آيفون 14 برو ماكس، لكنها قدمت صور سيلفي ممتازة وتدعم أيضا صور بورتري مع ميزة التركيز وميزة التحكم في العمق. احتل آيفون 15 برو ماكس المركز الثالث في تقييم التصوير عبر موقع DxOMark برصيد 154 نقطة، لكن بشكل عام لا يمكن أن نقول سوى أن الهاتف منحنا تجربة تصوير ممتعة، حيث تقدم الكاميرات تجربة رائعة وأعطت صورا ومقاطع فيديو مميزة وتجعل الهاتف أشبه بكاميرا تصوير احترافية. الاتصال: يكتفي الهاتف بدعم شريحة فيزيائية واحدة مع شريحة أو شريحتين إلكترونيتين، وهناك نسخة مخصصة لبعض الأسواق تدعم شريحتين فيزيائيتين، كما استمرت أبل بإلغاء الشرائح الفيزيائية في سوق الولايات المتحدة. بالطبع الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكات واي فاي 6E وكذلك بلوتوث إصدار 5.3 الأحدث، وهناك دعم لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC. أضافت أبل ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية من خلال خدمة Emergency SOS التي تسمح بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية عند حدوث الطوارئ، والأخرى Crash Detection التي تفعل وضعية الطوارئ مباشرة عند حوادث المرور. أصبحت هذه المميزات متوفرة في عدة دول حول العالم. البطارية والشحن: يتضمن هاتف آيفون 15 برو ماكس بطارية بسعة 4422 ملي أمبير، أكثر بقليل من سعة بطارية هاتف آيفون 14 برو ماكس. الهاتف يدعم الشحن السريع عبر مدخل USB-C أخيرا، لكن بقدرة ضعيفة نوعا ما مقارنة بالمنافسين، يرجح أن تكون 27 واط مثل إصدار العام الماضي. يدعم الآيفون كذلك الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط عبر تقنية ماكسيف التي تستخدم مغناطيس دائري أسفل الزجاج الخلفي للهاتف. للأسف الهاتف لا يأتي مع شاحن داخل العلبة، ويجب شراؤه بشكل منفصل أو استخدام شاحن قديم، لكن أبل تقدم سلك USB-C من نوعية جيدة داخل علبة الهاتف. على أرض الواقع أداء البطارية كان ممتاز وأثبت تفوق الواضح على هاتف آيفون 14 برو ماكس السابق، حيث دامت بطاريته لحوالي 11 ساعة ونصف من الاستخدام المتواصل والمتنوع. هذا يعني أن الهاتف يعتبر قويا للغاية من حيث البطارية، يتفوق على الكثير من الأجهزة. التوفر والسعر: يتوفر آيفون 15 برو ماكس بألوان الأسود والأزرق الداكن والأبيض ولون التيتانيوم الطبيعي المائل للرمادي، والسعر يبدأ من 1200 دولار، والحديث هنا عن نسخة 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين، لكن تختلف الأسعار بين دولة وأخرى. أعجبنا مسكة الهاتف، صارت أفضل بكثير مع الإطار المنحني خاصة بعد الاستخدام الطويل. 2. مصنعية الهاتف تعطي شعور الفخامة. 3. وزن الهاتف صار أخف وسهل حمله. 4. حواف الشاشة صارت أنحف. 5. أداء الهاتف ممتاز لكافة الاستخدامات. 6. الهاتف مناسب للغاية للألعاب. أخيرا USB من نوع C، هذا سمح بتوصيل الهاتف بأي ذاكرة خارجية لنقل المعلومات بسرعة 10 جيجا بايت في الثانية، وهذا أمر مذهل سرع الإنتاجية بشكل كبير. الشاشة تقدم تجربة مميزة من حيث تشبع الألوان وسرعة تحديث 120 هرتز، فألوانها مشبعة وواقعية بنفس الوقت، وتعتبر الآن أكثر واقعية مقارنة بالأجيال السابقة. 9. سطوع الشاشة ممتاز أثناء الاستخدام تحت أشعة الشمس. 10. الزر الجديد Action Button مفيد ومتعدد الاستخدامات، ويفتح آفاق جديدة لاستخدام الجهاز، مثل ربط الإجراءات ببرنامج الاختصارات شورت كاتس لإتمام مهام معقدة أو طويلة من خلال ضغطة واحدة. 11. أداء عدسات الكاميرا مبهر في وضعية الإضاءة المنخفضة. أعجبنا التصوير التقريب 5X وخاصة نمط البورتري، انحلت مشكلة التوهج في الصور التي تحتوي ضوء وظل معا أو مصدر إضاءة كبير كالشمس. هذه المشكلة دائما ما كانت تظهر في أجهزة الآيفون السابقة. بطارية الهاتف جيدة جدا، وأعجبتنا الخاصية الجديدة في إعدادات الحفاظ على البطارية التي تتيح خيار وقف الشحن تلقائيا عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 80%. لم يعجبنا: 1. سرعة الشحن ما زالت متدنية مقارنة بالمنافسين. 2. الشاحن لا يأتي مرفقا داخل علبة الهاتف. 3. بروز عدسات الكاميرا كبير ويعرضها للخج. 4. بعيدا عن لون التيتانيوم الرمادي، الألوان الأخرى ظهرت فيها الخدوش والبصمات بشكل واضح على الإطار، وإطار التيتانيوم لم يحد من ظهور بصمات الأصابع كما كنا نأمل. أبل قامت برفع سعر النسخة الأولية للهاتف. ما زال الهاتف يعاني من ارتفاع درجة حرارته أحياناً رغم التحديثات، خاصة بعد التصوير المتواصل. موقع زر الإجراءات ليس الأفضل لأنه ليس من السهل الوصول إليه، ما يناقض فكرة الزر من الأساس، فغالباً ستحتاج إلى
استخدام اليدين معا للوصول إليه. ما زلنا نرى الجزيرة التفاعلية Dynamic Island غير مستغلة بشكل مثالي في الهاتف، فعدا عن إظهار الإشعارات المؤقتة والنشاط الحالي لا نجد ما يميز Dynamic Island، خصوصا عندما يكون الآيفون مقفل. رأي رقمي، هكذا كانت تجربتنا مع هاتف آيفون 15 برو ماكس بعد شهور من الاستخدام. الهاتف قدم تحسينات متنوعة عن الجيل السابق لكنها ليست ثورية. بالطبع لا يزال الهاتف يعتبر ضمن الأفضل في السوق حاليا، ولا يوجد ما هو أفضل منه لمن يبحث عن هاتف آيفون جديد. وأنتم، هل جربتم الهاتف؟ اكتبوا لنا في التعليقات.